إذا تزعزع الاستقرار كان تحترق من جوا لتنتقم لأخوك. وبات التذمر وسيلة المتشائم. تعبت واشتغلت وحتى دعيت، بس ليش يا الله؟ ليش يا الله ما عم تستجيب لدعائي؟ وتلاشت ذرات النصيحة. أنا دعائك الناقص اللي عم تدعيه لهالسبب اجيت لحتى ساعدك. عندها تهوي القلوب منكسرة. بدي اياك تدعي وتوصلني لرب العالمين، يعني أنا بدي الخير إلك. قلوب منكسرة يوميا في الأوقات التالية.